يا اخوتي، السلام عليكم. مرحبا بكم كامل يا اخوتي في هذا الفيديو. هذا الفيديو واحد الرياكسيون على الاغنيه الجديده ديال مسلم، وهذه حاجه طبيعيه يا اخوتي باش تطلع للطوندونس، حيت الايام اللي فاتت كانت الهضره عليه بزاف ما بينه هو وامال سقر وديك من الكليكه، وجدها باش حاجه طبيعيه يطلع للطوندونس. واش غنقول لكم اخوتي، الاغنيه عجبتني بزاف وبغيت ندير لها الرياكسيون باش نتسمع عليكم حتى نتوما تنسكوا لها. ومسلم راه بالنسبه للفن راه شي حاجه واعره اخوتي، وما يمكنش يدير شي حاجه خايبه ونعاتبو، حيت هذيك شي حاجه خصوصيه ديالها، شي حاجه في الغناء في اطار الغناء راه تبارك الله عليه كاين 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 بزاف. والله يسهل عليهم، والله يسهل على اي واحد تيقلب على خبيزته باي طريقه. وهادشي اللي كاين اخوتي، وغنوري لكم غنوريكم التراك كيفاش داير ونرجع لكم اخوتي. السلام عليكم، معكم الكابايرو، كابايرو حيت بادي من الزيرو. ميساج كابايرو قبل ما نكون رابيرو، كابايرو ما بدلني دي ميرو، ما على بالي بكلام اللي غيرو، كابايرو ما على بالي بكلام اللي غيرو وباقي حيرو. كيما كتشوفو بديت من والو، بديت غير انا والمايك وخيالي هذا ما خلاو ما قالوا، وانا كملت في الطريق ديالي. وديما معايا غير اللي تاقوا فيا، ديما معايا غير اللي تاقوا فيا، تبالي باللي تقلبوا عليا، تصرفتي اللي فيا تيريتي على صباعكم تي من اللي نكريتي. تباغي شوفوني نعيش الحلم ديالك، شفتوني كيف بديت غير انا وخيالي، شفتوني كيف بديت غير انا وخيالي. ميساج اي واحد بغى يبدا خصو يبدا راسو، ما يتسناش شي واحد لي راكم تما خوتي. ما بزاف بغاو يكونوا بحالك، حيت انا كابايرو راسي عالي. قلنا الحق هذا باللي انا كابايرو، انا والناجح كله منا كابايرو، غادي يحسدوك حيت انت كابايرو. الاغنيه اللي فهمت فيها انايا هو الحسد والحقد بزاف ديال الحوايج اللي كيقدروا يطيحوا اي انسان كيكون غادي شاد واحد الطريق زوينه، تيبغوا يطيحوه بطريقه غير مباشره، كيحاربوه بشي ميساجات اللي باش كيخليوه هو يهبط لتحت، كيبقى يفكر فيهم بزاف. داكشي علاش مابقاش تفكروا في شي حاجه اللي ما عندهاش شي حاجه اللي غتهبط لك غير مورا، ديما فكر فوق باش تجيبها الفوق ان شاء الله، ولا ما جبتيهاش كل بعدا راك عندك واحد الطموح زوين وصلتي لواحد المبتغى. مسلم ملخص بزاف ديال الحوايج في هذا التراك هذا، انت بلي التراك هذا توعاوي بزاف، حيت خصنا نكونوا خوت، خصنا نكونوا كاملين كاع نكونوا خوت، واحد يعاون واحد، واحد يعطي معلومه للاخر، نبارطاجيو بيناتنا هذاك الشيء الزويون اخوتي. هادشي اللي كاين، ومسلم كيعالج شي مواضيع الصراحه اللي بزاف. بيس لي من هذا المنبر هذا، وبيس ليكم حتى نتوما اخوتي، ويلاه دخلوا تمسكوا الدويسك، دخلوا تمسكوا الدويسك، انا ما غاديش ندمو. السلام عليكم.